بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. مشاهدينا الكرام، اهلا بيكم حلقه جديده من درع الوطن. احنا النهارده موجودين داخل مطار القاهره بنودع بعثه حج القوات المسلحه ومعهم بعض اسر شهداء القوات المسلحه لاداء مناسك الحج لهذا العام. بنقول لهم كل سنه وانتم طيبين وترجعونا بسلامه وحج مبرور وذنب مغفور. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بهذا الدعاء الخالص من القلب لبى حجاج بيت الله الحرام دعوة المولى عز وجل لهم لحج بيته الحرام لهذا العام، حيث غادرت بعثة الحج التابعة للقوات المسلحة متجهة إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج لهذا العام، والتي تضم العديد من الضباط وضباط الصف والمتقاعدين وأسرهم وعددا من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، وذلك وسط مشاعر إيمانية صادقة تملأها الفرحة والرجاء في إتمام المناسك والقبول من الله سبحانه وتعالى. وحرصت القيادة العامة للقوات المسلحة في تنظيمها لبعثة الحج لهذا العام على مراعاة الكثير من الاعتبارات، وكذا تكريم عدد من أبطال القوات المسلحة تقديرا لجهودهم في اقتلاع جذور الإرهاب وعرفانا بما يقدمونه من بطولات وتضحيات من أجل الدفاع عن الوطن وصون مقدساته، وتنفيذا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة باتخاذ كافة التدابير والإجراءات للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن. قامت إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة بمراجعة كافة إجراءات الإعداد والتجهيز المتميز لبعثة الحج، بدءا من السفر والإقامة والتنقلات والإعاشة اليومية بالتنسيق مع السلطات السعودية، وتنظيم لقاءات دينية لشرح المناسك، وكذا الإجابة على استفسارات أعضاء البعثة أثناء تأدية المناسك. فيما عمت جنبات مطار القاهرة الدولي مشاعر الفرحة، هذا وتتقدم القوات المسلحة لحجاج بيت الله الحرام بخالص الدعوات أن يتقبل الله منهم صالح الأعمال. شكرا. معنا فضيلة الشيخ سامح سلامة وعظ البعثة المرافق لبعثة القوات المسلحة وأسر الشهداء، أهلا بيك وكل سنة طيب. كل سنة وحضراتكم طيبين وحج مبرور وذنب مغفور إن شاء الله رب العالمين. إن شاء الله كل حجاج مصر إن شاء الله. يا رب لنا وللأمة العربية والإسلامية جميعا أن يجعلنا ربنا جميعا يا رب من المقبولين إن شاء الله رب العالمين. طبعا يعني على عاتقك مسؤولية كبيرة جدا الشيخ سامح، اللي هي يعني أداء المناسك بالشكل الصحيح والمطلوب هناك في السعودية إن شاء الله. وبداية نقول بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. من فضل الله تبارك وتعالى علينا أن من علينا بهذه الزيارة المباركة وتلك المنة الإلهية بحج بيت الله الحرام. نعم والله سيد الكريم، إنها أمانة ومسؤولية، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا علينا وأن يوفقنا في خدمة حجاج بيت الله الحرام، فإنه شرف لا يعلوه شرف. أسأل الله أن يجعلنا وإياهم من المقبولين في هذه الرحلة المباركة، وأسأله سبحانه وتعالى أن يمتعهم بهذه الخدمات المتلألئة التي تقدمها وزارة الدفاع متمثلة في إدارة الشؤون المعنوية بهذا الإعداد الطيب وهذه الإقامات التي نسأل الله عز وجل أن تنال إعجابهم، متمنين من الله سبحانه وتعالى أن تكون ما قامت به الإدارة من مؤتمرات للتوعية في القاهرة، ثم ما يتبعه من مؤتمرات في مكة المكرمة، ثم ما يكون من إعداد جيد في عرفات الله وفي منى وفي مزدلفة. نسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك
مقبولا وأن يجعله في ميزان حسنات من يقوم على ذلك الأمر إن شاء الله رب العالمين. جميل جدا. الشيخ سامح قول لي بقى اهتمام إدارة الشؤون المعنوية والقوات المسلحة بأسر الشهداء ووعاظ القوات المسلحة وحضرتك مرافق لبعثة القوات المسلحة وأسر الشهداء. والله يا فندم بفضل الله ومنه وكرمه وهذا هو المعهود على القوات المسلحة أنها لا تولي جهدا بتقديم أعلى خدمة لأبنائها. أما إذا تحدثنا عن أسر الشهداء فهم على رؤوسنا، هم على رؤوسنا جميعا والله، ونسأل الله عز وجل أن يصبرهم على فراق أبنائهم. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلهم يا ربنا عنده من أن يجعلهم عنده سبحانه وتعالى من المقبولين. أسر الشهداء هم في قلوبنا وهم دائما وأبدا محط عناية القوات المسلحة المصرية. ما تقدمهم القوات المسلحة المصرية لأسر الشهداء والله وأقولها لله عز وجل أمر يعجز اللسان عن وصفه من تقديم تلك الخدمات لأسر الشهداء الذين نسأل الله تبارك وتعالى مرارا وتكرارا لهم أن يجعلنا يا ربنا دائما وأبدا في خدمتهم إن شاء الله رب العالمين. سبح كلمة أخيرة النهاردة وإن شاء الله وإنت أول ما توصل الأراضي المقدسة ونظرك على الكعبة أول دعوة تدعيها لمصر والشهداء مصر القوات المسلحة والشرطة والشعب المصري جميعا. والله يا فندم يعني إن شاء الله رب العالمين أن تكون الدعوة يا رب أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم احفظ مصرنا من كل سوء ومكروه. أسألك يا ربنا أن ترحم شهداءنا. اللهم ارحم شهداءنا رحمة واسعة. اللهم أنزل على قلوب أهليهم صبرا وسلوانا. اللهم متعهم بشبابهم في الجنة يا رب العالمين. اللهم يا ربنا أكرم أسرهم ربي أولادهم. عليك بمن غدر بهم. أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. وفق ولاة أمورنا إلى ما تحبه وترضاه. وصلي وسلم وبارك على النبي المصطفى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعرف بحضرتك اخوك سمير عبد الله. اهلا بيك. اهلا وسهلا استاذ سمير. مبروك الحج. الله يبارك فيك وعبالك كده يا رب ان شاء الله. تروح وترجونا بالسلامه ان شاء الله. ربنا يبارك لك ان شاء الله. الترتيبات والتسهيلات اللي عملتها القوات المسلحه لاداء مناسك الحج هذا العام. والله انا شايف حاجه منظمه جدا جدا وما شاء الله يعني ما فيش تعب ولا حاجه وحاجه كل حاجه ميسره في الجوازات ما فيش تأشيرة الدخول المكان زي ما انت شايف منظم منسق ما فيش حاجة شايفها تعب خالص في بالأمانة يعني. الطيارة بتاعتكم الساعة كام؟ إن شاء الله 6:10 بإذن الله. بإذن الله تروح وترجع بالسلامة. ربنا يبارك فيك. تقعدوا كم يوم بقى في السعودية؟ إن شاء الله بإذن الله 15 يوم إن شاء الله. إن شاء الله. يعني مع يعني مدة كويسة. إن شاء الله الحمد لله ربنا. كم في المدينة وكم في مكة؟ هنقعد في مكة إن شاء الله 6 أيام وفي 4 أيام في إن شاء الله. تقول لنا بقى حاج سمير اول ما توصل كده الكعبة المشرفة ان شاء الله تدعو لمصر بايه؟ والله احنا بندعي لمصر على طول عمرنا بس طبعا هناك هتبقى دعوة خاصة لمصر ان شاء الله لان ان شاء الله مصر باذن الله انا شايف ان هي ماشية على طريق كويس والرئيس ما شاء الله عليه ماشي خطوات انا ما شفتهاش في حياتي بالامانة يعني شفت حاجات ما شفتهاش في حياتي في مصر فانا متعشم في ان شاء الله مصر هتبقى احسن دوله في العالم باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله انا بشكرك وتروح ترجع بالسلامه. ربنا يبارك لك ويديك الصحه حبيبي. شكرا شكرا. انت عارف بحضرتك؟ جمال عبد السلام حسن. ازي حضرتك يا حاج جمال؟ اهلا بحضرتك. اهلا. التسهيلات اللي عملتها القوات المسلحه لسفرك النهارده الحج ان شاء الله. والله انا شايف ان القوات المسلحه مش بقى تسهيلات في الحج بس، تسهيلات في كل حاجه في البلد وحاجه روعه روعه الروعه. الواحد يعني بصراحه انا واحد من انا من المحاربين القدماء انا حاربت في 6 73 قعدت من 67 ل 73 عرفت الجيش وعرفت الناس دي بتعمل ايه فالناس دي من غير الحج وكل حاجه تسهيلات الواحد مش قادر يتصور بصراحه في الجمال في كل حاجه وتسهيلات في كل حاجه
ويعني تدعو لمصر ايه والقوات المسلحه بايه ان شاء الله لما توصل للاراضي المقدسه؟ انا اولا بدعي ان ربنا يكرم شهدائنا ويصبر اهليهم والرئيس السيسي ربنا يخليه ويبارك فيه ويخليه لمصر ويخلي رجالة مصر وقوات المسلحة ويبارك فيهم كلهم يا رب، شباب ورجال وفيهم وفي ستات في القوات المسلحة ربنا يحميهم برضو. كل حاجة جميلة جميلة جميلة. بشكرك وإن شاء الله حج مبرور بإذن الله. ربنا يخليك، متشكرين جدا وعبال حضرتك إن شاء الله. يا رب ربنا يخليك إن شاء الله، متشكرين على زورك. مبروك. الله يبارك فيك. نتعرف بحضرتك. عواطف جابر. أهلا وسهلا. أهلا بيك. قولينا الطيارة بتاعت الساعة كام؟ 6:15 إن شاء الله. إن شاء الله على المكة على طول إن شاء الله. على جدة ومن جدة المكة. إن شاء الله بإذن الله. بقوله كم يوم في مكة؟ هنقعد حوالي 10 أيام تقريبا. 10 أيام وبعد كده نروح المدينة بإذن الله. التسهيلات اللي عملتها لكم القوات المسلحة وإدارة الشؤون المعنوية عشان في الإجراءات هنا يعني؟ لا، هي بصراحة الإجراءات كانت سهلة قوي، يعني كان ما كانش فيه تعقيد، ما كانش فيه أي حاجة، كل حاجة ميسرة وسهلة، ودي حقيقة يعني. تدعي لمصر إيه بقى والشهداء مصر بإيه لما توصلوا إن شاء الله الأراضي المقدسة؟ ندعي لمصر بالأمن والاستقرار والشهداء ربنا يرحمهم يا رب إن شاء الله. قولي إيه لأسر الشهداء النهاردة؟ يا بختهم أكيد يعني، يا بختهم. بنشكرك وإن شاء الله ترجعنا بالسلامة. الله يخليك ربنا. نتعرف بحضرتك. الحاجة وضع عبد الحميد. أهلا وسهلا بيك. الله يخليك يا فندم. الإجراءات والتسهيلات اللي عملتها الشؤون المعنوية عشان النهاردة تسافروا بالحج؟ لا والله ما تعبناش خالص في الإجراءات دي ولا أي حاجة، كل حاجة متسهلة. هم طبعا بيراعوا ظروف الحجاج فبيعملوا لهم كل حاجة جميلة. قولينا بقى لما توصل إن شاء الله بالسلامة تدعي لمصر بإيه والشهداء مصر والقوات المسلحة المصرية؟ يا بخت الشهداء بتوع مصر والله، وبخت أهليهم، هياخدوهم ويروحوا الجنة معاهم الحمد لله، ومصر إن شاء الله ترتقي كمان وكمان إن شاء الله. ترجع لنا بالسلامة. الله يخليك يا فندم. هل تعرف بيك؟ محمد محمود ابو زيد. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. مبروك الحج السنه. الله يبارك فيك ربنا. ايه التسهيلات اللي قدمتها القوات المسلحه واداره الشؤون المعنويه لانهاء الاجراءات النهارده؟ هو انا بصراحه لقيت من اداره الشؤون المعنويه كل التسهيلات، بحيث ان هو مفرغني تماما للعباده من اول. انا هو لسه في المطار والحمد لله كل الاجراءات في المطار ميسره جدا، وهم بلغونا في البرنامج في مؤتمر تلقين بكل ما هو اجراءات هناك، بحيث ان انا ابقى متفرغ للعباده فقط. هتقعدوا كم يوم ان شاء الله؟ ان شاء الله هنقعد 15 يوم ان شاء الله، 17 يوم في مكه والثلاثة في المدينه ان شاء الله. حج مبرور ان شاء الله. ان شاء الله. سلام. اول ما توصلوا كده الاراضي المقدسه هتدعي لايه لمصر وقوات المسلحه؟ ادعي لمصر ربنا يحرسها وربنا يكرم شعب مصر وربنا يجعل الامان، يعني نعمه الامان دي احنا يعني ربنا يكرمنا بيها ان شاء الله. يا رب. وان شاء الله مصر محفوظه وامينه ان شاء الله، ادخلوا مصر ان شاء الله وامنين يا رب ان شاء الله. اول مره تطلع الحج؟ اول مره اطلع الحج الحمد لله. مبروك. الله يبارك. مدام اهلا وسهلا. اهلا بيك. اهلا بيك. متعرف بحضرتك. هيبه الله سعيد بلال. اهلا وسهلا. اهلا بيك. طبعا انت سعيده جدا النهارده. الحمد لله. الحمد لله. ايه شعورك النهارده وانت ان شاء الله هتسافر على الحج؟ انا يا سعيده بجد الحمد لله. الحمد لله ربنا دعاني الحمد لله. يا رب. ربنا يتقبل ان شاء الله. ربنا يخليك. شايف الدموع في عينيك يعني، دموع الفرح مش كده؟ الحمد لله. ربنا يتقبل يا رب. يخليك. قولي لنا بقى اول ما توصلي كده الاراضي المقدسه دعوه كده لمصر والقوات المسلحه والشرطه واسر الشهداء وشهدائنا. ربنا يعزها طبعا مصر ويحفظها ويحافظ على اهلها ويصبر اهل الشهداء وبيهم احنا عايشين الحمد لله. قولي لنا اولادك بقى سايباهم فين؟ عند حمايا وحماتي. هم كام يعني؟ عندي بنت وولد الحمد لله. كبار ولا صغير؟ بنتي في اولى جامعه وابني في اولى اعدادي. اكيد فرحانين طبعا. الحمد لله. معاكم بره ولا ايه؟ جم معانا لحد ما الحمد لله. بقى يقولوا لك يعني طبعا هم مبسوطين جدا ان احنا كان نفسنا نبقى نطلعها يعني، والحمد لله ربنا كرمنا بيها الحمد لله. ان شاء الله حج مبرور وذنب مغفور وترجعوا لنا بالسلامه. الله يخليك يا رب. انا بشكرك والف مبروك. فندم لحضرتك. متشكر جدا يا فندم. متشكر لحضرتك. شكرا. كان تعرف بحضرتك؟ هيثم عبد السلام.
اهلا وسهلا. اهلا بيك فيه. مبروك الحج. الله يبارك فيك. ترجعنا بالسلامه. الله يكرمك الله خير. بقى اول ما عرفت ان تطلع الحج كان شعورك ايه؟ والله هو يعني الشعور لا يوصف، ولكن هو فضل كبير قوي من ربنا الحمد لله، ودي نعمه، نعمه كبيره قوي علينا كلنا ان شاء الله. ايه بقى الاجراءات والتسهيلات اللي عملتها الشؤون المعنويه النهارده؟ يعني احنا من اول ما طلعت القرعه ما حشناش هم لاي حاجه، لقينا الحاجات كلها جت لنا، لبس الاحرام، الشنط، كل الجوازات، سلمنا الجوازات، الورق المطلوب مننا، كل حاجه خلصت بمنتهى اليسر والسهوله، وبنشكرهم على المجهود الكبير. حضرت تلقين مثالي للتسكين والاجراءات، وغير كده كمان للمناسك نفسها. تمت في محاضره التلقين اللي تمت قبل الميعاد بتاعنا ب 10 ايام. بصراحه الراجل رئيس المجموعه يعني كان متواصل معانا بصفه دايمه، على طول بيبعت لنا التعليمات، تنبيهات، بحيث نجهز اي استفسار من الزملاء او مننا، كان على طول موجود بيجي لهم. كان حاجه كويسه جدا جدا يعني. المدام طالعه معاك طبعا. المدام والوالده. والله مبروك. الله يبارك في حضرتك. قولي لنا بقى كان شعورك عامل ازاي وانت عرفت ان انت طلعت؟ شعور جميل جدا، خصوصا انا بتمناها من زمان قوي. الحمد لله، اللهم لك الحمد. جاي سمسابك وراح لوحده، كنت هتعمل ايه؟ كنت هتحسر. الحمد لله ربنا عليم بيه هو. كنت بتعملي له ايه يعني؟ الحمد لله، فضل الحمد لله من عند ربنا، اللهم لك الحمد والشكر. ربنا يتقبل يا رب. يا رب، اللهم لك الحمد. الحمد لله. الولاد ايه؟ والله الحمد لله. مين ومع مين بقى؟ مع ربنا بقى الحمد لله. استودعناهم ربنا، وربنا كريم ان شاء الله. ربنا يبارك فيهم يا رب وترجع لهم بالسلامه. يا رب، اللهم امين. ان شاء الله توصل الاراضي المقدسه بالسلامه ان شاء الله، قدام الكعبه كده دعوه كده لمصر والشهداء مصر والقوات المسلحه، هتدعي بايه؟ طبعا هدعي ان ربنا يعني يرحم كل شهدائنا ويسكنهم فسيح جناته ان شاء الله، ويصبر اهلهم باذن الله، وينصرنا بقى ان شاء الله كده يا رب دايما باذن الله، ويجعل مصر يعني محفوظه ومتصونه ان شاء الله، دايما في استقرار وامان ان شاء الله. كلمه اخيره حاج هيثم، تقول ايه؟ ربنا يحفظ مصر ويحفظ شباب مصر ويهديهم ويحفظ القاده بتوعنا، وان شاء الله البلد من نصر لنصر ومن انجاز لانجاز ان شاء الله. انا بشكرك يا فندم. الله يخليك يا فندم، ميرسي جدا. شكرا. مبروك يا حاج. الله يبارك في حضرتك. اهلا بحضرتك. وداد الزربه. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. بتوزعي كروسون وباتيات على الحجاج. الله يكرمك. قولي لنا بقى التسهيلات والاجراءات اللي خليتها القوات المسلحه. متوقع التسهيلات الجميله دي. انا كنت جايه وخايفه جدا وعندي رهبه، وكله يقول لك زحمه زحمه، بس بسم الله ما شاء الله. وبعدين جدا جدا والله، كل حاجه ميسره، كل حاجه جميله، حتى الناس جمال وبيبتسم. جميله. الله يخليك. والله كله بيبتسم. انت اول مره تطلعي؟ الحمد لله، بس طلعت عمرات كتير. بس في ترتيب منظم وكل واحد عارف ايه بيعمل ايه. الله ما شاء الله، بجد ما شاء الله. اول ما تروحي بقى الاراضي المقدسه، واول ما تبص للكعبه كده، هتدعي لمصر بايه والشهداء مصر بايه؟ بالنصر، و ربنا يعني يسهل لنا كل شيء، وربنا يهدينا جميعا، ونحب بعض اكتر، ونخاف على بعض اكتر، ونخاف على بلدنا اكتر، لانها تستاهل كل خير مننا بجد. تقولي لاسر الشهداء، تدعي بايه لاسر الشهداء؟ لاسر الشهداء ربنا معاهم ويكرمهم ويصبرهم ويعوضهم خير ان شاء الله، وان شاء الله كل الشهداء في الجنه ونعيمها. ده جوز حضرتك؟ مبروك. الله يبارك فيك. الله يخليك. أول مرة تطلع الحج؟ أنا أول مرة أطلع الحج، طلعت عمر قبل كده. أنت سعيد بقى إن الحجة معاك بقى؟ نعم؟ الحجة معاك، أكيد أنت سعيد. ربنا يخليك. أنا سعيد بكل اللي أنا فيه ده، كل الظروف اللي أنا موجود فيها دي أسعدتني، النظام والدقة والراحة لا 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 يعني ما شاء الله، الله أكبر يعني. ترتيب جميل 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 جميل. تروحوا ترجعوا بالسلامة. ربنا يبارك لنا فيك ويديك الصحة يا رب. الله يخليك يا فندم. ربنا يخليك. واحدة. الله يخليك. مبروك وترجعوا لنا بالسلامة. الله يبارك في حضرتك، الله يسلمك، متشكرة قوي. شكرا. متهرب بحضرتك؟ علي حسني. أهلا وسهلا بك. أهلا بك حبيبي. قول لنا أول مرة تطلع الحج سلامة؟ إن شاء الله أول مرة. قول لنا بقى التسهيلات والإجراءات اللي خدتها القوات المسلحة. والله القوات المسلحة قدمت لنا تسهيلات كتيرة جدا وكبيرة. ما حسناش بأي معاناة في أي حاجة، ولا تذاكر ولا حجوزات ولا كلام ده، هي قامت بكل حاجة الحمد لله، وكل شيء كان متيسر وفي المتناول، وريحونا الحمد لله آخر راحة.
ان شاء الله لما توصل بالسلامه هتدعي ايه لمصر ولشهداء مصر والاسر شهداء مصر بايه؟ ندعي لمصر بدوام التقدم والرقي وتاخد مكانها الطبيعي بين الامم كما كانت في الماضي، والتاريخ بتاع مصر بيثبت الكلام ده وبيقوله. وندعي لشهدائنا بالرحمه وربنا يتغمدهم برحمته ويجعلهم مع الشهداء والصديقين والانبياء في الجنه ان شاء الله. ان شاء الله ترجع لنا بالسلامه وحج مبرور. الله يسلمك وعبالكم جميعا ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. اشكرك. العفو يا سيدي. مبروك يا حاج. ميرسي يا رب. الله يبارك فيك. اهلا بحضرتك. السيده انعام محمد عيسى. اهلا وسهلا. اهلا بك. لنا بقى شعورك ايه النهارده وانت طالع الحج ان شاء الله؟ فرحه كبيره قوي وربنا يتقبلها مننا جميعا. يا رب. الحمد لله. تدعي بايه لمصر ان شاء الله هناك؟ بالنصر والفرحه والحب والاخوه وكل حاجه حلوه. روحوا ترجعوا بالسلامة. الله يخليك. نشكرك. متشكرين جدا جدا لاهتمامكم. انت رب حضرتك؟ السيد محمود علي رجب. اهلا وسهلا بيك. اهلا بحضرتك. مبروك. الله يبارك فيك. اول مره تطلع الحج؟ اول مره. ربنا يمن عليا بيها يا رب. الحمد لله. الحمد لله. وتروح ترجع بالسلامه. الحمد لله. شعورك ايه النهارده وانت طالع ان شاء الله؟ شعوري سعادة ما بعدها سعادة، ويا رب بحق جاي النبي كل اللي الناس كلها المسلمين ربنا يكرمهم بحج بيته الحرام يا رب. يا رب تروح ترجع لنا بالسلامة. يا رب يخليك. الترتيبات والتسهيلات اللي عملتها القوات المسلحة ليكم؟ والله كانت أحلى ترتيبات وأحلى تسهيلات حقيقة. كل شيء مجاب يعني. كتر خيرهم بصراحة في إدارة الشؤون المعنوية وعلى رسولهم ست اللي هو احمد، كان راجل محترم جدا ست اللي هو احمد خليفه. عمل لنا تسهيلات يعني فوق ما نتخيل. ما كناش متوقعين ان هي تبقى بالسلاسه ديت وبالحلاوه ديت. والواحد حاسس ان هو يعني ربنا من عليه فعلا بالحجه ديت، وبالذات ان احنا طلعنا تبع اداره الشؤون المعنويه القوات المسلحه. التوفيق ان شاء الله. يا رب. حج مبرور ان شاء الله. يا رب. تدعي لمصر بايه هناك وان شاء الله وللشهداء وشهداء مصر؟ وشهداء مصر ربنا يتغمدهم برحمته. اللهم تغمدهم برحمته. اللهم احفظ مصر يا رب. اللهم احفظ مصر. اللهم احفظ مصر واهلك الكفره. اللهم اهلك الكفره. اللهم اهلكهم. اللهم يا رب. اللهم احفظ مصر من كل سوء، واحفظ رئيس مصر، واحفظ جيش مصر. اللهم امين يا رب. واحفظ شعب مصر. اللهم احفظهم جميعا يا رب. انا بشكرك. الله يخليك. ترى بحضرتك الحاج عبد الحليم عبد المنعم. اهلا وسهلا يا حاج. اهلا بيك. شعورك النهارده وانت ان شاء الله مسافر الحج؟ ما شاء الله النهارده من ساعه ما جينا من هنا، من بقى لنا جي ساعتين اهون واحنا على باب الصلاه. يعني في ناس تبع شؤون المعنويه الصراحه يعني بيلبوا كل الخدمات. تسهيلات ما شاء الله يعني حاسينها محسوسه يعني. فالحمد لله ما يعني الحمد لله. وربنا يا رب يبارك في القائمين على الشؤون المعنويه وتسهيلات. فالحمد لله. الحمد لله. ان شاء الله ما تنساش مصر من الدعاء وشهداء مصر. يا رب ربنا يبارك في مصر يا رب، ويبارك في المسؤولين، ويبارك في الرئيس، ويبارك في كل ويدي كل محتاج، ويدي كل مشتاق. يا رب ربنا يبارك في مصر يا رب. ان شاء الله تروحوا ترجعوا لنا بالسلامه ان شاء الله. تحيا مصر. تحيا مصر. الله يسلمك. تحيا مصر بجيشها وبشعبها وبشرطتها وبرئيسها وبقادتها الجيش. يا تحيا مصر. أنا زوجة العميد الشهيد الجعفري طلع البعثة دي على روحه، ولولا هو أنا ما كنتش في البعثة الجميلة دي. وبرغم حزني وكسرة قلبي القوية وجروحي اللي أنا ماشية بداوي فيها، إلا أن المؤسسة العظيمة دي بجد رسمت على وجهي أنا بالذات يعني، أو من الناس الجميلة اللي أنا شايفاهم كلنا في ابتسامة جميلة كده من العطف والرعاية اللي قدموها لنا. نشكرهم. ويا رب دايما في تقدم، ويا رب دايما يرعونا كأسر شهداء، وإحنا دايما تحت لواء القوات المسلحة. طبعا فرحة ما بعدها فرحة وسعادة ما بعدها سعادة. ونشكر القوات المسلحة لأنها قامت بالمهمة دي كلها،